معلش انا بطلب بس من الساده الحضور، اتمنى عليكم من فضلكم عشان احنا ما نقلعش الكمامات. اصدقائنا اللي ورا، من فضلكم موضوع الكمامات مهم جدا. في شكوى جايه منك ويهان. طيب خلينا نبدا. بشكر الفرقه الموسيقيه وهنرجع لكم تاني طبعا كالعاده، ولكن هنروح لضيوفنا شويه وبعدين نرجع لكم. هنبدا حوارنا مع الكاتب الكبير معالي النائب استاذ مصطفى بكري. وسؤالي في ظل المتغيرات التي يعني يشهدها المجتمع المصري والتحديات والتحولات، بيتردد الحديث عن الاعلام وانه الشيء الوحيد اللي بيخشى على مصر منه يمكن اكتر من قول من المؤامرات من التهديدات من الازمات. وبيتردد ايضا ان عندنا كمصريين انفلات اعلامي او اعلام منفلت. تتفق ام تختلف مع هذا الكلام؟ وهل في حاجه فعلا في الاعلام اسمها انفلات اعلامي او اعلام منفلت؟ وكيف ترى المشهد الاعلامي وخاصه اعلام التعبئه في ظل نقول السوشيال ميديا وشبكات التواصل الاجتماعي وهذا العالم يعني الكبير من العالم الافتراضي؟ حضرتك شايف المشهد ازاي؟ اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الحقيقه يعني بحييك دكتوره ناهد عبد الحميد، وبحيي دكتوره منى الوكيل والاساتذه الحاضرين والفرقه الموسيقيه وحضوركم الكريم. الحقيقه قبل الكلام عن حاله الانفلات او حاله الالتزام بالخطاب الاعلامي الذي يتوخى المصلحه الوطنيه، لازم نعرف كويس قوي الاجواء والبيئه المحيطه بنا في هذا الزمان. احنا مع بدايات القرن الجديد ونحن او الالفيه الجديده ونحن نواجه ما يمكن تسميته بالثوره الفكريه. الثوره الفكريه لها ثلاثه اتجاهات: الاتجاه السياسي وهو الدعوه المتصاعده عن الديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الإنسان، هذه دعوة منتشرة في كل أنحاء العالم وتتخذ وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان رغم القرارات الدولية ورغم يعني التشريعات والقانون الدولي والأمم المتحدة التي كلها ترفض التدخل في الشأن الداخلي. الاتجاه الآخر هو الاتجاه القيمي، من القيم المادية إلى ما بعد القيم المادية، حيث الذاتية وحيث الفردية وحيث الأنانية. الاتجاه الثالث من عالم الحداثة الذي ساد ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد الحداثة، حيث التشكيك في الثوابت الأساسية التي تربينا عليها وعشنا معها، وبدأنا نرى أطروحات جديدة تشكك في كل شيء بلا تردد وبلا تراجع. يرافق هذا الأمر الثورة التكنولوجية التي نعيشها، هذه التكنولوجيا الغير منضبطة التي لا تحدها ضوابط محددة والتي خلقت مجتمع خطر. هذا المجتمع الخطر لا يمكن لأحد أن يضع له قيود بأي حال من الأحوال. ده غير في الأنساق الفكرية، من بينها من أنساق فكرية مغلقة إلى أنساق فكرية مفتوحة. هذا الانفتاح المعلوماتي الضخم ساعد على ثقافة التفكيك، على ضرب البناءات القوية، فأصبحنا نرى انهيارات في الاتحاد السوفيتي وغيره وغيره، وأصبحنا أمام مخطط تفكيك الدولة الذي أسمي بعد ذلك الشرق الأوسط الجديد. مصر في هذا الظرف الصعب بالتأكيد، مصر تعاني، مصر محاطة بمشاكل متعددة. هذه المشاكل المتعددة يرافقها فقر، بطالة، عشوائيات، إقصاء لجماعات وفئات اجتماعية موجودة. ده كان موجود في فترات سابقة، ربما الأمر بيتغير الآن للأفضل، لكننا عشنا هذه الفترة في إطار هذه المرحلة، وده انعكس بالتبعية على الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى اللي هي دايما بنسميها رمانة الميزان في أي مجتمع، الطبقة اللي بتحافظ على القيم والعادات والتقاليد
وبتصون المجتمع، هذه الطبقة تآكلت إلى أسفل ومن ثم غيبت عن الفعل وعن القرار وعن حماية المجتمع بقيمها وعاداتها وتقاليدها. طبعا ده انعكس على نمط الحياة في مصر، فتحول الأفراد إما إلى ناس منعزلة وإما إلى التدين الزائف الذي رويدا رويدا تحول إلى عنف سياسي وعنف جنائي في المجتمع، أصبحنا ندفع ثمن هذا العنف. مرت الأوضاع، شهدنا ثورات، ثم شهدنا حالة جديدة في مصر قوامها الاستقرار. قبل الاستقرار رأينا جماعة تأتي وتقصي الآخر وتتحول شعاراتها إلى خناجر في صدر الوطن، وكان الهدف هو طمس الهوية الوطنية المصرية. ضمن هذا السياق كان علينا جميعا كإعلاميين ومثقفين وصحفيين أن تكون لدينا ثوابتنا الأساسية. أحد أبرز هذه الثوابت هو كيف يمكن حماية الوطن، وكيف يمكن أن يكون هناك إعلام مسؤول وصحافة مسؤولة، مسؤولية وطنية هدفها الأساسي الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية. لأن احنا شهدنا بعد 25 يناير تشكيك في مؤسسات الدولة، الشرطة، الجيش، القضاء، الشخصيات الوطنية، تشكيك في كل شيء. كل من كان يقف مع الدولة كان عرضة للتشكيك، إما بأنه مع النظام السابق، وإما أنه متلون، وإما أنه منافق، وغير ذلك من الأمور. فتعرضنا لحالة من الإرهاب الإعلامي توصف كل شخص يقف مع الدولة وتضعه في مرتبة الخيانة، لدرجة أننا شهدنا في زمن الإخوان أن صورنا رفعت كإعلاميين في ميدان النهضة وأمام المحكمة الدستورية العليا وفي رابعة وفي ميدان التحرير، لمجرد أنك دافعت عن أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة وتحدثت عن الوطن في وقت أنت تعرف فيه تماما أن هناك مخطط لا يستهدف الإصلاح ولا يستهدف استثمار الأيام الأولى من ثورة الشعب المصري في 25 يناير على الفساد والاستبداد، ولكن كان الهدف الذي اتضح بعد 28 يناير هو إسقاط الدولة وليس الإصلاح أو تغيير النظام. من هنا ربما كانت انتفاضة المثقفين وبعض الإعلاميين في الدفاع عن الدولة، الدفاع عن الشرطة، الدفاع عن المؤسسة العسكرية، الدفاع عن الوطن. كانت هناك حرب تشن بلا هوادة على السوشيال ميديا وغيرها متهمة كل من يقف مع الدولة بهذه الاتهامات وهذه الأوصاف. بالتأكيد نحن الآن أمام عصر جديد، ولكن من أجل أن نقوم بدور إعلامي وصحفي قوي بالأساس في مواجهة الميديا العالمية والموجهة ضد مصر، سواء من منظمات تسمي نفسها منظمات حقوق إنسان زي أو العفو الدولية أو Human Rights Watch أو غيرها أو غيرها، لا هدف لها إلا التشكيك في مصر الآن. لماذا؟ لأن المخطط ما زال ساريا، فهذه المنظمات تتعامل كما الأنظمة السياسية بازدواجية، تسكت عن إسرائيل، تسكت عن الولايات المتحدة، تسكت عن أمور كثيرة جدا تصادر فيها الحريات في الداخل الأمريكي وفي الداخل الغربي، تسكت ويخرس ألسنتها عندما تحدث مظاهرات في فرنسا ويواجهها البوليس بكل قوة، ولكن في مصر تتهم بأن لديها 60,000 معتقل، مع أن الحقيقة تقول أن كل من يتم وقفه أو إحالته للمحاكمة يتم بأمر من النيابة العامة، ولم يثبت أن هناك مواطن مصري واحد قد اعتقل، كلها قرارات من النيابة العامة. وقس على ذلك كثيرا. في كل الأحوال نحن في مواجهة ذلك، نحتاج بالفعل إلى إعلام وطني مقاتل، إلى الرأي والرأي الآخر، لأن الرأي الواحد لا يمكن أن يبني وطنا بأي حال من الأحوال. لابد أن تكون هناك تعددية في الصحافة وفي الإعلام، تعددية ملتزمة بالمسؤولية الوطنية. لا يضير الدولة أنني أقول كلاما أختلف فيه مع سين أو صاد، ولكن في إطار الوطن، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، نختلف في أمور كثيرة ولكننا لا نختلف على الوطن.
من هنا واحنا معانا نقيب الاعلاميين ومعانا قامات كبيره الحقيقه، يمكن هم بيتابعوا القنوات الفضائيه الخارجيه ومنهجيه التعامل معنا، وعلى فكره هم ايضا بيشتغلوا بحرفيه جيده علينا ان ندرك ذلك، وبيوصلوا بالتشكيك بتاعهم الى المواطن العادي، لان احنا محتاجين اعلام قوي يفتح الابواب امام الراي والراي الاخر. مفيش حاجه اسمها اخبار تتركن، لكن في حاجه اسمها كيف توظف الخبر، كيف تحترم الخبر، كيف تقنع المواطن اللي قدامك بهذا الموقف. احنا بنواجه حرب كبيره جدا، السوشيال ميديا شغاله كويس قوي، كيف تواجه؟ انا قلت كلمتين في مجلس النواب بعد 24 ساعه كان خمسه قبل ما انا عايز اتكلم بتاع هي، بس انا ملتزم بالوقت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا كابتن معالي النائب الاستاذ مصطفى بكري. تكييف في واحده على حضرتك اتكلمت في اكتر من كلام، الحقيقه خرجني اكتر من سؤال.